الصحافه ما دايرش نقابل. اشوف ما دايرش نقابل. خليك معايا تسلم باغي كثر. مرحبا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من مدينة سيدي بنور في هذا اليوم من الحملة الوطنية للتلقيح أو التطعيم مباشرة من مدينة سيدي بنور. غنقول لكم بالصورة الأجواء كيفاش دايرة هنايا، وكذلك غادي يستقبلوا أحد الدكاترة اللي قاموا بعمل التلقيح في اليوم الأول. كذلك دائما مباشرة الآن كما كتشوفوا الآن غادي ندخلوا مركز التلقيح. دكتور مرحبا، السلام عليكم. انا معنا الدكتور الحلومي. الدكتور الحلومي من اول الناس اللي قاموا بالتلقيح في اليوم الاول. دكتور كيفاش دوزتي هاد الايامات؟ حسيتي بشي اعراض من بعد ما كنتوا من الاولين اليوم الاول اللي درتوا التلقيح؟ واش حسيتي بشي اعراض؟ واش حسيتي بشي حاجه؟ ما حسيتش حتى بحاجه، لا اعراض لا سخانه لا هذا. كاين واحد شويه ديال الحريق منين كتقيس البلاصه فين جلبت، صافي النهار الاول وصافي وصافي ما كاينش. خير وعلى خير. يعني درتي الجلبه درتها حتى نهار مع الخميس ياك؟ انا نهار الخميس مع 11 الليل. 11 الليل، يعني كنتي من الناس الاولين. اييه. دوزتي الخميس الجمعه السبت الحد اليوم الاثنين. يعني ما كاين حتى شي اعراض. كاين والو. صبحتي خدام بخير وعلى خير. خير وعلى خير. اش تبغي تقول للناس اللي مازال ما داروش تلقيح دكتور؟ لا مشيت تلقيح مزيان، هذه الصحه والصحه امانه عطاها لنا الله باش نهتموا بها. والجلبه يمشي الواحد يديرها، من الاحسن يديرها. يعني كما شافوا يبعدوا الهضره نتاع هذا الفيسبوك نتاع الفيسبوك نتاع هذه لا وهذه لا وهذه لا، هذيك راه غير هضره. يمشي الواحد يدير الجلبه ديالو ويحتفظ على الصحه ديالو. شكرا دكتور. كما شفتوا مع الدكتور حلومي قيدومي الاطباء من مدينه سيدي بنور. الان حنا غادي نتوجهوا لمركز التلقيح. كما كتشوفوا ان كاين اقبال، كاين اقبال على عمليه التلقيح دائما مباشره من مدينه سيدي بنور لتنقلكم في هذه الاجواء من التلقيح. كما شفتوا معنا ان استقبلنا اول دكتور هو الدكتور الحلومي اللي الان غادي كما كتشوفوا الاجواء يعني راها عاديه، الناس كاين اقبال التلقيح، كذلك بحضور رجال الامن الوطني والسلطات المحليه، وكذلك بحضور سيد قائد المقاطعه الثانيه اللي كيباشر بنفسه على هذه العمليه هذه. احنا الان داخل مركز التلقيح كما كتشوفوا معنا. أن نتواجد بمركز التلقيح مباشرة من مدينة سيدي بنور. كما كتب معنا ما زالت عملية التسجيل مستمرة هنا بمدينة سيدي بنور. متابعي قناة شوف تيفي دائما مباشرة من مدينة سيدي بنور في عملية التلقيح. كما كتشوفوا أن العملية التلقيح ما زالت مستمرة. كما نوجه شكر جزيل للممرضات وللأعوان السلطة ولكل الأطقم المشرفة على هذه العمليات. شوفوا يعني أعوان السلطة يقوموا بالمراقبة بمساعدات. كما كتشوفوا الحمد لله يعني كل شيء ملتزم بالقواعد الاحترازيه من التباعد. كما كتشوفوا ان المواطنين ناس جايين باغي يديروا الجلبه ديالهم. كما كتشوفوا الناس مسنين يعني اللي جايين باغي يديروا الجلبه ديالهم. غنسولوا هذا الشريف هذا. صباح الخير سيدي، لاباس عليك؟ ها؟ جاي ندير الجلبه ياك؟ نعم؟ جاي ندير الجلبه؟ اييه. ما خايفش؟ لا ما نخافش. خايف. ما نخافش؟ ما خايفش. لا سيدي. اش بغيت تقول للناس اللي الناس اللي خايفين؟ الله يهديهم، واش غنقول لهم؟ خوهم الله تعالى ما كنعرف سيدي ربي صافي. يعني كد... غير على صحتكم. غير ذلك، الله اللي كيف. كيفكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والملك. نصور كذلك واحد شخص اخر. صباح الخير سيدي، لاباس عليك؟ شنو بخير؟ الله يبارك فيك. فرحانه الحمد لله. اه
الحمد لله. ايه ماشي باغي تجلب اليوم؟ جلبت وكنتسنى كنتظر باش جلبتي. ايه يا سيدي بالصحة والله. الله يحفظك. حسيت بشي حاجة؟ لا لا ما كانت حتى شي حاجة. الحمد لله عادي جدا. عادي جدا ما كاين حتى شي حاجة ديال الخطر والو الحمد لله. اش تقول للناس الناس اللي خايفين؟ حيت كاين دابا الناس يقول لك لا الخيبة وكيسمعوا ديك الدعايات الخاطئة وصافي. ما الامور راه بخير الحمد لله. اش بغيت تقول للناس اللي خايفين؟ ما عندهم لاش يخافوا، الامر لله وما كان لنفس تموت الا باذن الله. هذا ما بلاش خايف بنادم من الموت، راه ما كيموتش الا باذن الله. الحمد لله. الحمد لله. كما كتشوفوا دائما حنايا مباشره من قناه شوف تيفي اللي تنقل لكم هنا من مدينه سيدي بنور في الاجواء ديال التلقيح. الناس هامه جايين باغي يدور التلقيح ديالهم مباشره. ها يعني الناس كلشي جاي باغي يدور التلقيح. صباح الخير سيدي. جلبتي ولا مازال؟ لا مازال. مازال؟ مازال. وما خايفش؟ لا علاش كنخاف؟ ها؟ علاش كنخاف؟ الناس خايفين. هادشي جاري في العمل راه علاش كنخاف؟ الناس خايفين من الجلبه. لا ما عندهم لا شي يخافوا لا. يعني هذا واجب؟ ما واجب هذا. اش بتقول هاد الناس اللي خايفين اش بتقول لهم انت؟ لا ما عندهم لا شي يخافوا والو، داك الشيء عادي. الشيء اللي كاين ما كاين لا شي يخافوا والو. الشيء لصالحنا. جلبتي ولا مازال؟ لا مازال. مازال. ناشط؟ ناشط. بخير وعلى خير. بخير وعلى خير الحمد لله. واش بتقول للناس اللي خايفين؟ راه موته وحده هي اللي كاينه، علاش غادي يخاف؟ مالو علاش يخاف؟ انا تابعنا تابعنا. لا بد منا. علاش غادي يخاف؟ لا قوم الله سبحانه. كما كتشوف معنا دائما المتابعين الكرام عبر قناه شوف تيفي اللي كما كتابعوا معنا دائما عملية التسجيل مازالت مستمرة. السلام عليكم اختي. انت مباشرة على عملية التسجيل شحال وصلتوا تقريبا اليوم؟ 30 ديال بيغسون 30 صافي ندخلوا هذو كلهم غير الصباح هذا صافي عطيه غير الصباح قيدي قيدي اسمتي تقريبا شحال كنتم وصلتوا بالعدد الاجمالي تقريبا هذه الايام؟ 230 كيما شفتوا اليوم يعني كاين اقبال في هذا الصباح 30 واحد الحمد لله. انا غادي نرجعوا كما كتابعوا معنا ما زلنا في عملية التلقيح. قبل تتلقح احد كذلك المستفيدات من اليوم الاول. مرحبا. انا غادي كذلك الاخت فاتحه من اول المستفيدات من اليوم الاول. الخميس الجمعه السبت الحد الاثنين اليوم خمس ايام. اختي فاتحه اليوم خمس ايام باش درتي التلقيح ياك؟ كاين شي حاجه ولا امور عاديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بيرسونيل دو سونتي وكنا حنا اول وحدين تلقاو هذا التطعيم هذا يوم الخميس من مور ما سيدنا الله ينصرو اعلن على الانطلاقه ديال بدايه التطعيم. خدينا وحنا في امان الله وخدينا. راك كي شفتي راك محضرتو وكتبتو معنا كل المجريات اللي جراو هنايا. دابا انت درتي نهار الخميس. واه اليوم خمس ايام تقريبا. اليوم خمس ايام كل الحمد لله. والدليل على اننا حنا واقفين وخدامين ما كاينش شي اعراض جانبيه ولا حتى شي حاجه. يعني الانسان يتوكل على الله وياخذ التلقيح ولا عنده شي شكوك يجي ويجرب وغيعرف كلشي. يعني هو لقاح كاي لقاحات اللي معروفه اللي كنديروها حنا هنا في البروغرام ناسيونال دي ميونيزاسيون. بالنسبه اللي كنشوف الناس كيتسالوا على النوع ديال التلقيح. هما كاينه واحد الشائعه تيقولوا على ان سيدنا دار سينوفارم وهذه استرازينيكا، علاش احنا ما نديروش هذاك اللقاح اللي دار سيدنا؟
يوم حنا بحال بحال لو ان كاع سيدنا دار استرازينيكا كنتو غتقولوا بغينا استرازينيكا. يعني هو خاصو يدير تجربه في نوع من الانواع وهما راه واحده كي هذاك كي هذاك. غير يعني واحد المشكل اللي كاين الا خديتي استرازينيكا في الاول خاصك تاخذها في الثاني، الا خديتي سينوفارم في الاول خاصك تاخذها في الثاني، في الجرعه الاولى والثانيه خصهم يكونوا بحال بحال ومن نفس النوع لا اقل ولا اكثر. الفرق غير في المده الزمنيه صافي، فقط غير سينوفارم 21 يوم واسترازينيكا 28 يوم، هادشي اللي كاين. باش تقول للناس اللي مازال ما جاوش؟ كنقول للناس اللي ما جاوش يجيو كثر وما يخافوش، يجيو لعندنا ولا بغاو المعلومه خاصهم ياخذوها من الناس ديال الصحه، ما ياخذوهاش من العموم، ما يقولوش راه غتقتلنا راه غتفقها. حنا الحمد لله احياء نرزق، وزعما ابرز دليل هو سيدنا راه مازال حي يرزق، وحنا ناس واقفين على رجلينا وخدامين، وحنا دايرينها ماشي تا غير درناها وجالسين في الدار، درناها وخدامين، درناها في 11 ليل ووقفنا مع 7 الصباح ديال ذاك النهار الثاني. اش من نوع استعملتو؟ استعملنا استرازينيكا هو اللي كاين، ولكن غير هنا في العطاطره راه كاينه سينوفارم، يعني نفس الاقليم، اقليم سيدي بنور فيه الناس كياخذوا سينوفارم وناس كياخذوا استرازينيكا. صافي بحال بحال يعني ما كاينش شي اشكال. شكرا. لا شكرا، مرحبا. باش العمليه ديال التلقيح كما كتشوفوا معنا الان عمليه ديال او ديال التطعيم، التلقيح او التطعيم اللي كما كتشوفوا ها هي 0.5 مليليتر و 2 سي سي 1 سي سي ما كاملش. ها هو أسترازينيكا كما كتشوفوا الطريقه ديال الجرعه سهله، ما كاين فيها لا الام، حركه الدوق بلاقه عاديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سيدي. انت دابا دقيتي هاد البلاك هذا؟ اييه. هاد البلاك كيفاش حسيتي براسك؟ مزيانه. مضراتك؟ لا والو كتجيب العاديه. مزيانه. ما حسيتي دابا لا والو مزيان. اش تبغى تقول للناس؟ ويجيو تفضلوا يجيو. يجيو الناس يزعموا يجيو، راه ما فيها حتى شي حاجه. الخطر لا والو ما كاينش. دابا انت ما خايفش؟ لا الحمد لله. كما كتتابع معنا دائما مباشره على قناه شوف تيفي اللي تنقلكم من قلب المركز الصحي سيدي بنور. قول لي راه عندي مشاكل جديده قول لها تقيد. شكون اللي نوض فيه؟ مرحبا. دائما متابعي قناه شوف تيفي مباشره من مدينه سيدي بنور. كما كتتابعوا معنا قبل ما تعطيه الجرعه ممكن هذا السيد قلتي ليه خاصو يبقى تحت المراقبه، شنو السبب؟ باش نوضح. لانه هو سو اونتي كواغيلو كياخذ دواء ضد تخثر الدم، يعني الدم ديالو كيكون جاري. نقدروا حنا منين بيكيو في هذيك البلاصه يكون عنده ان بتي سينيومون، كنخليه سو كونترول باش حتى الا كانت شي حاجه الطبيب كيتدخل معنا لو ميسا ارجونتيس كيتدخل سيغ لو شون. اوكي شكرا. يعني كما كتشوفوا حنا كنتابعوا كل صغيره وكل كبيره هنا بهذا المركز هذا، لان باش ما تقولوش ان رحنا كنسجلوا غير داك الشيء اللي كاين، حنا كنواكب معكم كل صغيره وكل كبيره. يعني هذا السيد انه تيعاني يعني ياخذ دواء ديال تخثر الدم
يعني يطلب منه انه من يدق البرا او من يدير التطعيم يتسنى ريتما استقر الوضعيه ويكسر غادي يغادر المكان. متابعي الكرام، مباشره من المركز الصحي بسيدي بن نور. كيخرج السوق اونتي كواغولون كنشدوها وكنبقى كنكومبريميو مزيان تنقطو عليها باش تشد بلاصتها بحال كنديرو لها واحد كنقفلوها نسدوها. يعني خاص القشه ما يمكنش انك دير لها مثلا لصقه؟ لا ما نديروش ليها اللصقه، خاصني نكون حيت اللصقه ما غاديش تكومبريمي، انا خاصني نكومبريمي، خاصني نضغط واحد شويه هاد الضغطه باش ديك الساعات يتشد هذيك تشد هذيك البلاصه ويخرج لبرا. كيخرج برا كيبقى سو كونترول ما يخرجش. هنا كنشدو 5 دقائق و10 دقائق، برا هي 15 دقيقه في لونسومبل عاد يمشي. كما كتشوفوا حنا كل التوضيحات تنقدموها للمشاهدين الكرام باش من غادي يجيو يديروا التطعيم ديالهم انهم يكونوا على بال ما كاين لا دم لا والو لا سينيوم ولا حتى شي حاجه، مع انه هو راسو اونتي كواغولون او كلشي شتي، حتى لا بيكور ما كيبانش بلاصه الحمد لله. صحتك غيمشي دابا انت كما شفتوا معنا الناس مازال كتوافد على مركز التلقيح كما كتبوا معنا دائما مباشره على قناه شوف تيفي، تنقل لكم بالصوت والصوره مباشره من مدينه سيدي بنور. كما كتشوفوا ان كاين اقبال ولله الحمد على عمليه التلقيح هذا، يعني تلبيه لنداء صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، اول متطوعين او اول من قاموا بعمليه التطعيم مباشره من مدينه سيدي بنور. اللي غنقول لكم دائما بالصوت والصوره في هذه العمليه دائما متابعين قناة شوف تيفي من مدينة سيدي بنور عمليات التلقيح. ومثلا الحمد لله الناس ما خايفاش. السلام والدة بخير؟ جي دير التلقيح ياك؟ جي ندير التلقيح. ما خايفاش؟ ما خايفة كاع. علاش ما خايفاش؟ وكنت الناس راه خايفة وانت ما خايفاش؟ لا ما خايفاش. علاش ما خايفاش؟ وهذا راه من اللازم. يعني باش تحافظي على راسك. هذاك الشيء اللي يعني كاملين نحاربوا هذا المرض. الله يحفظك اوليدي. الحمد لله كما كتشوفوا يعني الناس ما خايفاش ولله الحمد. يعني دائما نراقب التفاصيل وكنشوفوا ان الامهات ديالنا انهم كيقوموا بعمليه التلقيح. شكرا للمراه المغربيه وللرجل المغربي لكل المسنين المغاربه اللي كيجيو هنايا باش كيقوموا بهذه العمليه هذه. ماشي اللي فيه السكر واش اللي فيه السكر يدير التلقيح. اصحاب الامراض المزمنه كيديروا التلقيح. دابا كاين شي ناس هنا كيسولوا لك واش اللي فيهم السكر واش يديروا التلقيح. كل الامراض المزمنه الناس ديالها كياخذوا هاد الاسترازينيكا يعني لونتي كوفيد سوف اون ديستانكسيون في الامراض ديال القلب والشرايين حيت كنخافوا على سينيومون
مع لونتيكواغيل. الناس ديال السكر كياخذوه، الناس ديال لاطونسيون كياخذوه، ديال لاتيغويد كياخذوه، ديال التهابات المفاصل حتى لي سو تريتمون افي. مي ملي كيجي كيجيب لنا ديك لا غام ديالته، اصلا تيصيفطهم الطبيب تيقول لهم جيبوا لي لا غام ديالو اللي كياخذ، وكناخذو حنا بعين الاعتبار هذاك الميديكامون اللي كياخذ. لي سو اونتيكواغيلون هما اللي كناخذو معاهم الاحتياطات. باقي المرضى اخرين ما عندناش شي كونتر انديكاسيون. ديجا لي كونتر انديكاسيون راه معروفين، هي لاليتمون، لا غروسيس و لا ديسيزيون دو غروسيس دون لي 3 سيمين كي فيان. صافي، من غير هذا الشيء راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى. مرحبا. كما كتشوفوا حنا كنجاوبوا على التساؤلات ديال المواطنين اللي عنده السكر، اللي عنده الدقه، اللي عنده اي حاجه. كما كتشوفوا هاد العمليه اللي من الصباح اللي تيباشر لها مباشره السيد قائد المقاطعه الثانيه، يعني عمليه اللي تيشرف لها القائد والسلطات المحليه. كما كتشوفوا عملية التلقيح مستمرة. يعني العملية سهلة، ما فيها لا تكرفيس، ما فيها لا حريق لا والو. عادي جدا بالنسبة للناس اللي كيتسائلوا على العملية واش سهلة ولا صعيبة. اللي عنده الحساسية بعض الأدوية حتى هو كيدير. راه حنا كنجاوبوا على جميع استفسارات ديال المواطنين، حنا من خلال هاد الروبورتاجات الا واش نوضحوا للناس اللي تيديروا التلقيح. لا خوف، الانسان ما يخافش. كما كتشوفوا ان العملية تبصر لها وبصر السيد القائد، يعني التدقيق في عملية التسجيل باش الناس اللي ما عندوش الحق انه ما غاديش يدير الجلبة. اللي ما عندوش الحق راه ما غاديش يدير الجلبة، لان كما كتشوفوا العملية كيبصر عليها القائد المنطقة بنفسه من اجل باش ما تكونش اي خروقات او اي شيء. لان كما تابعتوا معنا في تازة كانت هناك بعض الخروقات، لكن هنا مدينه سيدي بنور بفضل السلطات المحليه على راس سيد عامل صاحب جلاله على اقليم سيدي بنور اللي كيقوم بزيارات مفاجئه للمراكز، وكذلك السيد الباشا المدينه. وكما كتشوفوا ان السيد القائد انه بنفسه واقف لهذه العمليه. وكذلك نشكر الدكتور جابر يعني اللي واقف كذلك بنفسه على الحالات الحاليه اللي كتكون هنا في المستشفى او اي اعراض. كما لاحظتوا ان الممرضه الرئيسيه اللي كتقوم بالعمليه ديال اللقاح، ان اي واحد يشهد اللي كتقول له يتصل بالدكتور المختص هنايا بالمركز الصحي. دائما نشكر جميع الاطقم الطبيه والمشرفه على هذه العمليه. كما كان غادي نرجعوا لداخل المركز. أنا غادي كما كتشوفوا غادي في هذه العملية هنايا، كما كتشوفوا أنا غادي نستقبلوا الطبيب المركزي هنا بمركز الصحي الدكتور جابر. دكتور الله يخليك، بغيت أنك توضح للناس أكثر. بعد أولا أنت من الناس الأولين اللي داروا التلقيح، كيفاش واش كاين شي اعراض؟ كيفاش حسيتي؟ واش كيفاش تواصل العمل ديالك بشكل عادي؟ وبالنسبه للحالات اللي كانوا عندكم هنايا وبالنسبه للنصائح اللي تقدموا للناس، واش شي واحد جاتو شي اعراض هنايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلم اخي زهير ان احنا كنا في الصفوف الاماميه منذ البدايه، فقمنا بالتحاليل الطبيه، قمنا ب إعطاء الدواء للمصابين بكورونا، وكنا ننتظر بشوق وبحرارة وصول اللقاح.
الذي أعطى انطلاقته الرسمية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وقد كما حضرت مسبقا فإننا قمنا بتلقيح أنفسنا نحن الأوائل حتى نعطي المثل للمواطنين للمواطنين والمواطنات. وبعد تلقينا الجرعة الأولى لم نحس بأي عرض، حتى الألم لم نشعر به. لذلك نطمئن المواطنين على اللجوء للتلقيح حتى نحمي أنفسنا ونحمي المحيطين بنا ونحمي وطننا من هذا الوباء. وبعد الجرعة الأولى سنأخذ الجرعة الثانية في الموعد اللاحق، لأنها مهمة، لأن بدون جرعة ثانية فإن المناعة غير كافية، وبين الجرعة الأولى والجرعة الثانية تختلف المواعيد، لأن التلقيح بأسترازينيكا لقاح أسترازينيكا هناك المدة ما بين 28 يوم، والتلقيح بسينيفارما فإنه المدة تتراوح بين 3 أسابيع. ونحمد الله لأن هناك إقبال كثيف وإقبال مكثف للمواطنين، وخاصة هذه الفئة التي بدأنا بها من ما فوق 75 سنة. بعد المراحل التي نقوم بها هي أولا الاستقبال، التأكد من الهوية ومن البطاقة ومن العنوان، ثم هناك استشارة طبية حتى لا نقع في موانع التلقيح، والتي هي جد محدودة جدا، ألا وهي المرأة الحامل، المرأة المرضع، والإنسان الذي قد وقعت له علامات حساسية، أي الشوك أنافيلاكتيك ولا حساسية مفرطة. كما أننا أي إنسان تقدم إلى المركز إننا نأخذ الأدوية التي يتناولها ونراقبها مراقبة جيدة حتى لا تكون هناك أدوية لا تتماشى مع التلقيح. والحمد لله لحد الساعة اليوم تقريبا الخامس ولم نسجل أي أعراض جانبية. لذلك نناشد المواطنين باللجوء وبالتلقيح مع احترام المواعيد والمكان المحدد من طرف السلطات المعنية. وكما تجدر الإشارة إلى أن بين التلقيح الأول والجرعة الأولى والجرعة الثانية فإن إجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد وغسل اليدين تبقى ضرورية جدا حتى بعد الأسابيع القليلة بعد إجراء الجرعة الثانية، حتى تكون المناعة شاملة وحتى نصل إلى المبتغى، ألا وهي حماية جماعية حتى لا يصاب المسنين منا. وشكرا دكتور جابر على هذا التوضيح. كما شفتوا يعني التوضيح الشامل من الدكتور جابر اللي كيمارس. دكتور بدا اخر سؤال، تشي واحد ما جاتوش اعراض تروح نرجع عندكم؟ لحد الساعه الحمد لله ليست هناك اي اعراض جانبيه الا مثلا حراره بسيطه، حالة واحدة اللي جاء رجل مسن عنده أكثر من 75 سنة، حالة بسيطة أعطينا الأدوية والحمد لله كل شيء على ما يرام، ليس هناك أي أعراض جانبة. لذلك لا يتخوف المواطنون ولا يثقون بالأخبار الغير الموثوق بها رسميا. شكرا دكتور. غادي نرجعوا الآن في الجولة ديالنا، توضيح كامل من الدكتور جابر المشرف على العملية. كما كتبوا مازال الناس كتوافد على المركز الصحي، مازال هناك توافد كبير للساكنة. دائما كما كتبوا مازالت عملية تسجيل متواصلة.
كما كتشوفوا مازالت عمليات التسجيل متواصله متابعي قناه شو تي في. كما كتشوفوا مازال الناس مازال الناس كيجيو مازال يعني الحمد لله كاين اقبال. مدينه سيدي بنور تعرف اقبال وتعرف تنظيما محكما. دائما كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في لتنقلكم بالصوت والصوره هنا من مدينه سيدي بنور. انا خير كما كتشوفوا الناس مازال الابناء ترافقوا الامهات ديالهم والعائله ديالهم باش يجيو يدوا لهم اللقاح. كما كتشوفوا كما كتشوفوا السيد القائد اللي كيقوم بالاجراءات القانونيه. كما كتعرفون اجراءات صارمه من السيد القائد المقاطعه الثانيه القائد الشاب السياسيين من خيره القياد باقليم سيدي بنور. كما نهنئه بحصوله على الدكتورات في القانون العام. يعني قليلا تجد اشخاص يقومون ب كما غادي نشوفوا ان السيده اللي عندها عجوز ومقعده ما غتقدش انها تدخل للمركز غادي يقوموا بالتلقاح ديالها داخل السياره ديالها. يعني اي واحد كيجي هنايا ما كيلقاش مشكل حتى الناس المقعدين او الناس العجزه اللي ما كيقدروش ينوضوا الا وكيقوموا بالتلقاح ديالهم في اي المكان وكيخرجوا حتى لعندهم. يعني هذه بادره حسنه يقوم بها الاطقم الطبيه ولا السلطات المحليه. يعني الابناء كيجيبوا الامهات ديالهم هنايا باش يقوموا بالواجب. يعني حتى كنشكر كذلك الابناء اللي كيجيبوا الامهات ديالهم ماشي بحال شي وحدين. انا ما كيجيب مو او ما يجيبهاش يدق لها البرا ولا با او ما يدقش ليه. يعني هناك حالات. يعني برافو على الشباب والناس اللي تيخافوا على والديهم. دائما هنا من مدينه سيدي بنور. كما كتشوفوا ان عمليه التلقيح غتقوم داخل السياره. يعني الحمد لله كاين اقبال. الناس خايفه على راسها من المرض. كما كتشوفوا ان السيده كانت خايفه باش تدق الورا ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني كما كتابعوا معنا دائما مباشره على قناه شوف تي في اللي كنقول لكم بالصوت والصوره من المركز الصحي بمدينه سيدي بنور في عمليه التطعيم. من هنا من المركز الصحي مدينة سيدي بنور نضرب لكم موعدا آخر وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.